لمناسبة مرور 40 يوماً على انتقال الأبدان حتوم يوسف إلى بيت الآب السماوي، أقامت أبرشية بيروت الكلدانية قداساً وجنازاً لراحة نفسه. احتفل بهما راعي الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشيل قصرجي في كنيسة مار يوسف الروضة. عاونه فيهما لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور حشد من المؤمنين والأخوة العراقيين. في عظته تطرق المطران قصرجي إلى مفهوم الصوم، واصفاً إياه بالولادة الجديدة. نحن اليوم أخوتي عم نعيش فترة الصوم المبارك، زمن تجدد وزمن توبة وزمن مصالحة. أولاً مصالحة مع ذاتنا بزمن هالصوم، زمن التجديد، زمن الولادة الجديدة. نوقف بيننا وبين ربنا، ما في حدا تالت بيناتنا، وليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. بهالشهر أخوتي شهر مبارك، بدنا نرجع نشوف نحن وين صرنا، كيف عم نعيش إيماننا، كيف عم نعيش مسيحيتنا، كيف عم نتجاوب بحياتنا العائلية، وخاصة أخوتي بهالظرف العصيب يلي كلنا حاسين بوطته. كما عرج في عظته على الإنجازات والصفات التي تحل بهما الأب الراحل قائلاً: تعلمنا من الأب دنح الخدمة المجانية وبساطة العيش. في عنا شخص عزيز علينا اليوم فرقنا، هو أبونا دنحة الله يرحمه. كثير انكتب عنه وكثير بيستاهل نكتب عنه أكثر. هالإنسان ترك بصمة حلوة بحياة كل واحد منا، ببساطته، بضحكته، بابتسامته. أبونا دنحة كان خوري آدمي. أبونا دنحة إجا على لبنان، خدم 4 سنين، والظروف المأساوية الحزينة المؤلمة يلي فرقنا فيها أكيد خلى غصة بكل واحد منا. خسارة كبيرة للكنيسة أبونا دنحة، خسارة لأبرشيته لأربيل، خسارة لرعيته، خسارة لأهله. نحن متعلم منه لأبونا دنحة، متعلم منه هالبساطة المسيحية يلي حقيقة إذا كنيستنا بترجع للبساطة الطبيعية بنكون نحن بألف خير. صدقوني بنكون بألف خير. كرمالك أخوتي اليوم نحن بنقول أبونا دنحة هو بالسماء أكيد اليوم عم بيصلي معنا. إشارة إلى أن الأب دنحة ولد في قرية ألموطة سنة 1972 لعائلة مسيحية ملتزمة في إيمانها. ارتسم كاهناً في 2 تموز العام 2004 وخدم في قريتي أرموطة وقوي سانجاك، ثم تفرغ لمتابعة دروساً في اللاهوت الرعوي في جامعة الحكم في بيروت، وأصبح معاوناً في خدمة الرعية الكلدانية فيها. من ثم عاد إلى أربيل كردستان وخدم في كنيسة ماركوركيس في عنكاوا قبل عودته لخدمة أبناء قريته في أرموطة وقوي سانجاك سنة 2017 حتى انتقل إلى أحضان الأب.